هل الديوس هو الذي يسمح لزوجته بالنظر الى الفساد في التلفاز او الفيديو، او يسمح لها بالخروج متبرجة، ام الديوس هو الذي يقر الزنا في اهله؟ متى يسمى الرجل ديوسا حقيقيا؟ المعروف ان الديوس هو الذي يرضى بفاحشة، يرضى بان تزني، يرضى بفعلها الفاحشة، هذا هو الديوس الذي يرضى بالمعصية والشر في اهله، بالفساد في اهله، يقرهم على ذلك، وربما دعا الى ذلك واخذ عليه الفلوس، نسأل الله العافية والسلامة. لكن إقرارهم على المعاصي التي تدعو إلى الزنا نوع من الديانة، إقرارهم على رؤية العراة من الرجال وسماع الأغاني وآلات الملاهي قد يدعو إلى الديانة، قد يدعو إلى الفساد هذا، لكن ليس له الديانة، لكنه وسيلة إلى الديانة ووسيلة إلى الشر. نسأل الله العافية. هناك شوارع كثيرة حرام عليها الجنة، يروى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله العافية.